بدأ الموضوع من أستاذ العلوم في أول متوسط وعلمني عن مسابقة موهوب وخيرني بين تخصص العلوم وتخصص الرياضيات واخترت الرياضيات. فالبداية كان اختبار عن بعد أو اختبار إلكتروني، بعدها الاختبار الثاني كان حضوري، واللي ترشح منه للدورات الأساسية 3 دورات أساسية، بعدها ترشحت الحمد لله للملتقيات، ومن بعدها الحمد لله أنا الحين في جامعة الملك عبد الله كاوست. تطورت مرة في تخصص الرياضيات تحديدا وفي كل التخصصات في المدرسة، ارتفعت درجات في المدرسة. على مستوى حياتي تغيرت شخصيتي وتغير التفكير في المشاكل الحياتية، تعودت خلاص أني أعتمد على نفسي في كاوست أو في البيت. قبل كنت أعتمد على الأهل بشكل كامل.